في يوم 17 سبتمبر سنة 1944 الموافق يوم 29 رمضان يعني ليلة العيد، النادي الأهلي حصل على أحد البطولات وعامل حفلة داخل النادي بتحييها السيدة أم كلثوم، والإذاعة بتنقل الحفلة على الهواء. الملك فاروق في قصر عابدين سمع الحفلة، راح واخد بعضه ونزل من القصر وركب عربيته وطالع على النادي الأهلي بدون تنسيق مع أي حد، لا النادي ولا الإذاعة ولا شخص ولا أي حد. وفعلا بيوصل النادي وبيدخل الحفلة. بنعرف منين إن كل ده حصل بدون ترتيب؟ من مذيع الراديو اللي بيذيع الحفلة الأستاذ حافظ عبد الوهاب، اللي فجأة بيلاقي هتافات بتهتف للملك والفرقة الموسيقية بتبطل عزف وأم كلثوم بتبطل غنى، فبيبتدي يعلق على المشهد ويعلن قدوم جلالة الملك. في الوقت اللي دخل فيه الملك كانت أم كلثوم بتغني أغنية يا ليلة العيد، فبتستأنف الحفلة في وجود الملك فاروق اللي كان عنده وقتها 24 سنة وكان عنده شعبية طاغية في هذه السن، لأنه كان على خلاف شديد مع الإنجليز اللي حصروا قصره سنة 1942 بالدبابات، وأجبروا السفير الإنجليزي لامبسون أنه يوقع على تعيين وزارة مصطفى النحاس أو يتنزل عن العرش. الجمهور اللي كان موجود في الحفلة قعد يهتف يعيش جلالة الملك يعيش فاروق ملك مصر والسودان، لكن الهتاف اللي لفت نظري قرار مصر للملك، وكأنهم بيردوا على ما حدث قبل ذلك بسنتين، بيردوا على اللي عملوه الإنجليز وحصار قصر عابدين، لأن هذا الموقف يعتبر إهانة للكرامة الوطنية. أم كلثوم بتكمل الغنى لكنها في الكوبليه الأول بتغير في الكلام. أحمد رامي في الكوبليه ده بيكلم ليلة العيد نفسها وبيقول لها هلالك هلل عينينا، فرحنا له وغنينا وقلنا السعد حيجينا على قدومك يا ليلة العيد. أم كلثوم خلت المخاطب في الأغنية هو الملك فاروق وقالت هلالك هلل عينينا، فرحنا له وغنينا وقلنا السعد حيجينا على قدومك في ليلة العيد. واستمرت سلطانة الطرب في أدائها العبقري للأغنية لغاية ما وصلت للمقطع الأخير وبدأت تقول يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور، يعيش فاروق ويتهنى ونحييله ليالي العيد. وهكذا ينعم عليها الملك فاروق بوسام الكمال ويحفظ لنا التاريخ نهاية ثالثة لنفس الأغنية.